طبعا الله يبارك فيك. في الاول مجموعه كانت الحمد لله اول ماتشين كانوا مش صعبين، النهارده كان ماتش متوسط يقدر يدخلنا اكتر في البطوله. المجموعه كانت تدريجيه، اول ماتش اسهل اللي بعده اصعب، النهارده الحمد لله كان اصعب مباراه كسبنا الحمد لله، ادينا باداء كويس وان شاء الله نقدر على دور الثمانيه ان شاء الله نكون دخلنا في فورمه البطوله. شايفه شكل المنافسه زي مع تصاعد حده المنافسه خصوصا من انديه شمال افريقيا؟ طبعا العرب يعني فرق متميزه، بيكون طريقه لعبنا واحده فده بيكون اصعب من فرق افريقيا، يعني فرق افريقيا بيكون معتمد اكتر على الباور، انما في العرب بيكون دماغ ويعني تفكيرهم احسن، فان شاء الله نقدر يعني الاول نعدي دور الثمانيه وان شاء الله نكسب بطوله. جماهير النادي الاهلي اللي بتشجعكم وبتأذركم دي وسامعين صوتهم تقول لهم ايه؟ طبعا احنا بشكر الجماهير جدا، من اول البطوله هم مصممين ان هم يجوا يحضروا، وفي ناس كتير قوي بتبقى واقفه بره على الباب عايزين يحضروا، ومجلس الاداره وعدنا ان احنا ان شاء الله ماتش بماتش الجماهير هتزيد وهيملوا المدرج ان شاء الله. لعبتنا المتالقه مريم متولي، مبروك الفوز وبالتوفيق وان شاء الله الفوز بالبطوله. ميرسي، ربنا يخليك ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك، الحمد لله ده ثالث فوز وقدرنا نتصدى بيه المجموعه، وان شاء الله بعد كده الماتشات هتكون اصعب بكثير من دلوقتي. من دلوقتي ابتدينا خلاص نسينا الماتشات اللي فاتت، هنبتدي ننجز في دور الثمانيه. اعتقد ان احنا هنلاعب الشمس، متهيألي كان الماتش في نفس وقت ماتشنا بس النتيجه يعني وصلت لنا واحنا فزنا الماتش. ان شاء الله هنبتدي نشتغل على فريق الشمس من النهارده، واتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي بالبطوله ان شاء الله. هاخد من كلامك رساله توجهها لجمهور النادي الاهلي كان بيساندكم بيدعمكم بيأذركم النهارده، تشجيع غير طبيعي النهارده. النهارده الحمد لله كان ازيد من الايام اللي فاتت، ده يعني زي رساله منهم بتطمنا ان هم ان شاء الله في الماتشات الاصعب هيكونوا معانا كمان، واتمنى ان شاء الله يعني الصاله تكون مليانه من الاضواء الجايه عشان خلاص بعد كده الماتشات هتكون كلها صعبه يعني. ببارك لك على الفوز مره ثانيه وبالتوفيق في جميع المباريات المقبله والفوز بالبطوله. الله يبارك فيك، شكرا. كده ازاي؟ الحمد لله طبعا على مكسبنا النهارده وان احنا طلعنا اول مجموعه، ده يعني خلينا نلعب فرق اقل شويه من الاقوى يعني، بس احنا هنلعب دلوقتي في طلع فريق الشمس صعد يعني، ففريق الشمس طول عمره هو المنافس لينا حتى في الدوري، فهي مباراه مش هتبقى سهله خالص، خصوصا ان هو في ناس معاه كويسين قوي ولعيبه كلها في منتخب وكده، فاحنا ان شاء الله هنركز كويس قوي من بكره خلاص على الدور الثمانيه وان شاء الله يعني نقدر نفوز عليهم ونتاهل لدور الاربعه ان شاء الله. شايفه جمهور النادي الاهلي دايما هو الترمومتر للفرقه، دايما مع تشجيع جمهور النادي الاهلي دايما اداء الفرقه بيتحسن، دايما اداء الفرقه في تصاعد، رساله توجهها لجمهور النادي الاهلي اللي كان بيساندكم بيدعمكم بيأذركم النهارده. اتمنى طبعا ان هو يكمل معانا لغايه اخر البطوله، لان هو حتى احنا لما في المستوى بنقل شويه مجرد بس اللي هو الجمهور بيبتدي يشجعنا ويكلمنا بنبتدي نفوق على طول من غير اي حاجه، من غير ما نحس حتى بنلاقينا احنا ابتدينا نلعب تاني، فاتمنى طبعا اللي هو يرجع يعني يكمل معانا لغايه اخر البطوله ان شاء الله، وان شاء الله نفرحه في الاخر ان شاء الله. على الفوز مره ثانيه وبالتوفيق ان شاء الله والفوز بالبطوله. شجعيه وتاني حاجه مواجهه النادي الاهلي بشكل عام، النادي الاهلي المرشح الاول للقب، شايفه المواجهه ازاي؟ بص، اللعب مع النادي الاهلي في صاله النادي الاهلي طبعا شيء خيالي بالنسبه للاعبين اصلا. هنحاول ان احنا نقدم مباراه كويسه تليق بدور الثمانيه، والفريق اللي هيبقى كويس هيكسب طبعا. انا انتمائي اهلاوي بس ما اقدرش ما اخدمش الفريق اللي بمثله كويس، بس ان شاء الله يبقى ماتش كويس واللي يلعب بيكسب إن شاء الله.